منصف شرفاوي طفل صغير لم يتعدى سنه العام والنصف، دخل رفقة والدته إلى مستشفى الزهراوي بولاية المسيلة بعد معاناته من ضيق في التنفس. بعد وصوله استعملت له حقنة لا يعرف نوعها أو فائدتها حسب أقاربه، حولته مباشرة إلى غرفة الإنعاش بين الحياة والموت بعد أن أصيب بانتفاخ شديد في أنحاء جسمه. جاءت المتربصة الفرملية المتربصة هذه وقامت بحقن الطفل، وكانت الحقنة فيها بقع من الهواء، وضربت له الإبرة في تحت الجلد، دخلت له الجسم نتاعو. بعد دقيقتين بدأ الطفل في الانتفاخ. والدة منصف تؤكد أن الممرضة المتربصة لم تحسن استعمال الحقنة، وأكدت أن قضية ابنها تعرف تكتما شديدا ما جعلها تطلب لجنة وزارية للتحقيق للوقوف على ما أسمته بالكوارث التي يعيشها المرضى داخل مستشفى الزهراوي. ما كاين لا سكانير لا راديو لا لي بوند لا كلش، على واه انا نقعد ثم. باب سكروا علينا ديجا، ما خلوناش نخرجوا، ما جابوناش طبيب، ما كان حتى تصرف، ما تحرك قلبهم لا ضميرهم. خلوني صارع من 9:30 الى غايه 5:30. قول هو بدا يتطور، هما راهم يهضوا، وانا كنت نتابع في حاله ولدي، في كل دقيقه نصور المرحله تاعو، وتبعت وليدي، قلبي راه مشوي ومحروق، بصح ربي عطاني القدره وصورته بلي ليدي مرحله بمرحله. انا راه عندي دلائل، عندي التسجيلات الصوتيه تاعهم، ميم كنا كي يطلع الكوما كي كنا نهضر معاهم ونحاولوا ندوا الخبر على وليدنا ما يريبونديوش قد لا احترام لا مبالاه. لازم احنا نهضروا عليها، ولازم وزاره العدل الصحه، ولازم ثاني وزاره العدل تتحرك. هي اذا حاله تضاف الى عشرات الحالات التي تحدث في مستشفى الزهراوي الذي تحول الى شبح يخافه المرضى بسبب قدمه وانعدام الضمير المهني لدى بعض منتسبيه.